ويلي 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 علي يوسف اول كلمه 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 سيزن سلام سلام صوتي يا غير اي تصطوا على رجلين على رجلين شجعتكم شجعتكم اكتم صح الاول مشى يو 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 صباح الخير عليكم. المهم صباح الخير. دابا وقفنا كيف كتشوفوا باش نرتاحوا واحد شويه حنايا على الابواب ديال سير بحالك وما نضيعش وما نضيعش برب ما نضيع. تحياتي اخويا تحيات 400 جمعويه في اطاركم العمل الجد والهادف. تحيات شكر لهاد الاخوان والسي بشار اللي انضمونا هاد الرحله وكانت غادي نتمشاو شويه واحد 10 كيلومتر غادي يعوموا الدراري في الشلال الاول الا ما جاوش البرد الا قدو بصه زوينه بزاف غادي يكتشفوها لاول مره انا جيت وعاود جيت وعاود جيت دونك عارفه البلاصه ايوا نتمنى كلشي يدوز على خير وما يطيح حتى واحد وما يتفلس حتى واحد ان شاء الله بحول الله شكرا ديتي لا لا الكواليس هذا الكواليس باش نقد الهوال الكواليس لا وخصني نقد هذا يلا كيما فايق حشومه عليك السلام عليكم عشاق الرحلات مع مجموعه ديالنا مجموعه اجي نسافروا من تاهلا. هذه الرحله ديالنا الاستكشافيه للجهه ديال مغراوه. احنا دابا في الواد ديال تحفوره نيت اسماعيل ان شاء الله. دابا فطرنا وغنشدوا الريحال ان شاء الله نطلعوا للشلالات ها كما كتشوفوا حيد راسك. الحاجه اللي ميزات هذه الرحله هي ان الجو مبرد ومره قطرات ديال المطار دونك غادي تساعدنا في الاخر هادي غير جايبه غيرها في لامارش ديالنا للشلال هذا يزيدها غادي هادشي اخوتي واقيلا بلا ما نصيب انا الفطور ديالي خي نور الدين كيك ما داز عليهم والو استيوا كتحلم ليه كتحلم كتحلم وترد لك داكشي هاك هاك سيت هادشي دابا انا غنصبروا حتى ممكن ما كتعرف لا الشاله ممكن لاحظوا 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 خليتيها لا 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 يقول لك جاك الصباح هذا شنو كتتوقع واش الرحله تكون مزيانه ولا لا كي جاك الجو كناش دايرين هذا الجو ولا يعني ندوزوه باش الماء يونس خويا
المهم كنا زوينين على الجو زوين المهم باقي نتاع شكون الشنانة باقينا شي شنانة تحية تربوية جمعوية في إطاركم العمل جد الهدف تحية شكر وجد لكل أخ بشار وأخ نور الدين أشحيح اللي صدفونا في هذه الرحلة هذه وكنشكركم بزاف بزاف ومن البداية نتاعها كسبنا رحلة موفقة وغادي نخليكم مع داكشي اللي غادي تشوفوا هادشي اللي مهم إسماعيل كنشكركم أخوتي على هذه الرحلة رحلة زوينة مازال ما كملنا النهار ودوزنا وقايز زوين شكرا شرعين شويه مساند الرسمي دابا ما كاينش شي تريب ما نديش معايا الشوايه المساند ديالي انا غنعوج لكم الا ما ضربش الشوايه الله اخر في الطبيعه كاي يونس مرحبا بكم مجددا معنا بعد غياب طويل الله يبارك فيك نعم سيدي وهذا الشرف لنا ان نكون معكم في هذه الرحله الشيقه راه درنا له البلاصه بزاف شكرا اخي بشار كمل 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 معايا كمل زعما هاد ان شاء الله هاد الرحله اللي غادي تكون شيقه ومازال بزاف د المغامرات الطريق شاقه بزاف 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 ولكن الحمد لله حسن من الواد البارد الطريق مواطيه ما كاينش طلعه وهبطه كلشي كيمشي غير بشويه عليه يعني راه الطريق سهله بزاف ما كاينش داك التنفس الصعيب وهادي كلشي كيتنفس عادي وهادو دليل على انت كتنفسي عادي اختي نتمنى
فيديو هاني دايز هاني دايز تبقى عندي ذكرى خلي عندك ذكرى تما ممكن تقول له واش المهم واش فيديو المهم راه دوزنا 4 ديال السوايع ديال الطريق بلا حساب بالتمام والكمال وباقي ولكن الفطور كان لا صراحه كنشكر الله ولكن دابا حنا غاديين للعومه كاي اختي كاين انا والله حتى كاينه شاديه قولي شي شكرا بزاف ياسمينه عيط لي حي اجي قول شي كلمه اجي اخوها اجي اجي كمل عليها شكرا بزاف ادريس ادريس شكرا بزاف جيب جيب السمطه واش بغيتي هذا عائلتي هي عندهم فقر في التعبير خويا مزيان حنا غادي بين الجبال تنوصلوا للماء واخا دابا الواد غادي في الواد ما شفنا ما دا كنخرجوا في الماء كيفاش كاين الماء والو ما نعرف كيما كتشوفوا معنا الطبيعه خلابه حتى انا خلاب حيد صاحبي غتخيب لنا الطبيعه غبرت عليا اخي نور الدين غبرت عليك حيت استفدت انا وياك ناكلوا الفطور بجوج ومشيتي انا نجي يا كتاكلوا في قنتخور وبقيت انا بجوع خوتي انا لا فطور عرضوا عليا كلا 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 واقف كلا واقف عرضوا عليا لا انت نور الدين عرضنا عليك عرضنا اي هو كيدير لك عزت ما كيدير زعما يزيد ولا ماكلا اي كيفاش عليك زعما ماكلا اي كيبين ديما كيبغي يدير راسو محقور باش يتعاطفوا معاه الناس فهمتي راسو مسكين جمع شكون هذا راه بدا كيسعى انتم اخوتي بدا كيسعى والله الا بدا كيسعى هذا السيد كيظلموه بزاف اخوتي والله الا بدا كيسعى اخوتي هذا كيظلموه بزاف ويني ويني كان باغي كان ما بغاش يمشي الرحله سير مقران سير شوف هذه شوف هذه حسبها سمكة ما كتهضر شكون اختك؟ لا مولات البيض صافي دارت السالون شيخ كيفاش الحسن ها؟ ناضية ناضية احسنت عن جارنا حامد احسن حلاق في العالم دابا ياك مام سبونسوريزيك شوف انا جبت معايا الكرسي ديالي باش نعيا نجلس كاي انجاز عظيم هذا علاش ما داريش تيسر علاش؟ شريري راه خاص الشوفيه ديالو خصنا نشوفو الممرضه 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 اجي اجي بحال هنايا شنو اخي باش كتحس؟ الشوفيه ديالو الشوفيه ديالو ديري له باندا ديري له باندا اي وما تمشيش عليا دير راسك كتعرج يا صاحبي باش الطاقم الطبي كيدير خدمتو وتهنينا من هاد الضغط وهاد الزيارة خاص الموضوع خاص الموضوع عندك خطابات سياسية حتى واحد ما يفهمها ايوا شي كلمة انتوما قول لي شي حاجه لا غير قول لي غير قول لي نسلم على يوسف الهلالي قول لي شي حاجه ومهدي مسيا تحيات الشلاله تا هو تتقنعني انت شي كلمه خويا الاجواء زوينه واخا كان شويه ديال الصعوبات فاش جينا ولكن الاجواء زوينه صراحه والماء واعر يعني كلشي مزيان
عجباتنا وكنتمناو دوز عشية زوينة مع الأصدقاء ديالنا والأخوات ديالنا. وصراحة ما تنساو هاد الأمسية هادي اللي درنا اليوم تبقى في التاريخ. كاي قول شي حاجة نتايا قول أخويا غير قول شكون الصباح أنت ساكت اللي كان قول قول كوناني كوناني شكلمة خير كوناني شكلمة واحد عوينا اكتشفنا ريال وريال أخويا شنو والله أنا كنصور الإخوان كي جاك هادشي زوين بزاف الصراحة ما كنتش باغي نجي ولكن الطبق ديالي درت واحد الجزء من المراه ودرنا شي قناه في اليوتيوب حسنا وصدقوا كامل سميتها شي قناه سميتها القناه بغيتي حتى دير دغمي راه خاين نوردي شنو تصورتو سير خاين اش صور مول الخبز صور مول الخبز اللي عليه عندها انت ودابا كتقدك الخبز زعما يزفر شكرك الخبز شنو عند البلاصه جي 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 بغيتي الدجاج دابا حنا كاملين غنفترسو الدجاج هذه ان شاء الله اش كدير هنا انت نوض صافي تقعد براسك انا بغيت الزلمه كي جاك هادشي زوين زوين كلشي زوين زوين يا اخي زوين صيف المناطق الشويه زوين عموما رائع كنشوفو غير التصاور ايوا اليوم كتاب وجينا شفنا هادشي زوين بزاف ومالك في داك اليد اطفال اطفال طاح طاح اول مره غنتصاب شي ريحه ضربوني بالعين غنتصاب الشهر خويا كنتمنى نعاودو هاد الرحله لهاد البلاصه لانها تستاهل بزاف كنتمنى كنتمنى من الناس اللي ما سعفهمش الحظ اللي بغاو يحجزوا المكان في اخر الاوقات ولكن ما عندنا لقينا لهم جد الله يسعمارو مره اخرى ان شاء الله لان البلاصه كتستحق بزاف الحمد لله دازت عشيه زوينه دابا راجعين بحالنا غادي نمشي بحالنا غادي نمشيو للشلال الاول اللي كنا جينا ليه نرتاحوا تما كنعومو شويه ومن بعد رجعوا بحالنا دابا الساعه تقريبا راها 4 وشي حاجه هي هذيك باش مع داك السعود ولا نكونوا في الديار ديالنا ان شاء الله حنا دابا وصلنا للشلال واحد المنظر زوين بزاف خليكم تشوفوا قناة كنظن الكاميرا ما غاديش تشوف مزيان منظر زوين بزاف علي لي جون علي لي جون علي 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 كومونسي علي لي جون علي لي جون انا مصاب نعاون غير راسي تو كتعاون حد وال انا حاضيهم عندك حتى انا غادي نحضيهم اخي نردي كراكيس هبط الكراكيس هبط الكراكيس صافي غادي تشط هبط الكراكيس هبط هبط إصابة مؤكدة إصابة مؤكدة كما كانت الممرضة يدير لها غير شي حاجة غير التراب وشي حاجة هو عندك قدام هو قال بصح شنو؟ هذه انا ردينا داكشي اللي حنا زقينا غيتشتا حنا زعما غرقنا غرقنا كيف ما قالنا السيد اللي لقيناه هنايا قال لك يقدر غادي يطيح الشتا وغادي يحمل الواد يعني ماشي بديك الكثافه ولكن يعني الا حمل غادي نعانيو
غنعانيو في كما كتشوفوها نتوما ان الطريق ديالنا الوحيده هي الواد، يعني خصنا نسينو حتى ينشف عاد ندوزو. نتمنوا الامور تكون بخير وعلى خير، ما نلقاوش الصعوبات. بين مسالي اخي نور الدين بزاف. المهم حنا دابا راجعين بحالنا نتاهلو ان شاء الله، سالت الرحله بخير وعلى خير، ما وقعت شي واحد حتى شي حاجه الحمد لله، كل شيء بخير وعلى خير. والرحله كانت ممتازه بزاف، جينا شفنا هاد المنطقه هذه لاول مره، كانت زوينه صراحه، ما ندمناش على الجينا. وكندعيو الناس اللي زعما ما جاوش زاروا هاد المنطقه هذه يجيو المره الجايه يشوفوها، راه كتستحق انها تشاف. كنعاود نقول لكم تحيه تربويه جمعويه. ها دخل في الموضوع نيشان، حنا مهلوكين اصاحبي. المهم الرحله فاتت زوينه، ودابا حنا غادي نلتحقوا بالاخوان تاعنا راهم سابقيننا باش غادي نرجعوا بحالنا. واحد الرحله دازت يا سلام، اكثر من 4 الشلالات اللي شفنا، داكشي كان فات رائع رائع. عييت صافي. اول مره كتمشي معنا شادية؟ اول مره والاخر مره عييت بزاف. المهم كانت رحله زوينه، شكرا بزاف الدراري. صافي اخبار مره اخرى ان شاء الله.